بحضراتكم وبجدد الترحيب بيكم مرة أخرى. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا النهارده او كل الجماهير المصريه بتنتظر مواجهه منتخبنا الوطني امام كاب فيردي، واللي هتقام في 10 مساء اليوم في ختام مواجهات الفراعنه بالدور الاول ببطوله كاس امم افريقيا 2023 في كوت ديفوار. وطبعا منتخبنا الوطني النهارده بيحتاج لتحقيق الفوز في مباراه شعارها نكون او لا نكون، وبيحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعه الثانيه ببطوله افريقيا برصيد نقطتين، قدر ان هم يجمعهم من تعادلين مع موزمبيق وغانا، بينما بيتصدر المجموعه منتخب كاب فيردي اللي هيواجه منتخبنا الوطني النهارده وده برصيد 6 نقاط. وبيتواجد منتخب غانا في المركز الثالث وموزمبيق رابعا برصيد نقطه واحده لكل منهم. وبيحتاج زي ما بقول لحضراتكم منتخبنا للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة، وده من أجل ضمان بطاقة الصعود للدور الثاني بعد ما منتخب كاب فيردي ضمن كده التأهل كأول المجموعة. لذا منتخبنا الوطني النهاردة بيحاول النهاردة ان احنا نحقق الفوز عشان نتأهل كثاني المجموعة، طبعا منعا للدخول في حسابات معقدة لضمان التأهل للدور ال 16. عشان نتكلم مع حضراتكم اكتر عن هذه المباراة هيكون معانا كابتن هشام يكن نجم الزمالك السابق ومنتخبنا الوطني. صباح الخير على حضرتك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا كابتن. حضرتك يا كابتن النهاردة بتشوف مباراة منتخبنا الوطني مع كاب فيردي ازاي؟ والله طبعا المباراه زي ما قلت انا مباراه صعبه دي شويه، طبعا يعني ممكن تقولي طبعا حسابات كتير جدا، طبعا هذا اللقاء عشان اضمن حسابات معقده محتاجين المكسب بشكل كبير. طبعا الفريق يعني ظهر بمستوى جيد من غدوين، مهم جدا 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 ان هم هيلعبوا بشكل ما عندهمش ضغط عصبي ولا مش هيأثر على ادائهم الفني، هيديروا المباراه لان هم ضامنين كده كده المركز الاول، فطبعا هيبقى بالنسبه ليهم اللقاء هيبقى يعني طبعا منتخب مصر وهو حصل على 3 بطولات افريقيا حاجات كتير، طبعا حسابات هو بيبص لها بشكل تاني النهارده. احنا بننزل مضغوطين، عايزين نكسب، عايزين نتحرك بشكل جيد، عايزين نعمل مباراه قويه، عايزين نعمل ندخل بالحماس فينا، عايزين حاجات كتير جدا محتاجينها في المباراه. يعني شوفي الفرق ما بين هم داخلين ازاي، احنا داخلين عصبيين شويه مجهولين حياتي كلها بالظبط، هو هيكون مرتاح بشكل كبير. ايه؟ هيكون الخصم مرتاح بشكل كبير في هذا، هو خلاص ضمن الصعود. انت بقى يعني لازم تكون عندك يعني قراءه تهديفيه، يعني لازم كل واحد الملعب ينزل يتاكد ان هو هيساعد جمهوره وان زي ما خلصها ومالي تمشي بشكل كويس، كله على الهدف وتركيزنا كله ان احنا نكون قريبين من بعض كخطوط علشان ما نحتاجش نقطه الثغرات اللي ممكن تؤدي الى النتيجه شويه قوي. مش عايزين يجي فينا هدف او يجي فينا خلط عشان نخش التحتفات ملهاش يعني مطالب انك انت تجيب هدف واثنين، فطبعا بتنزل مقدره المسؤوليه، مقدره الجماهير اللي واقفه ورا منتخبها هنا بشكل غير طبيعي. كلنا طبعا امال كبيره ان احنا نحقق البطوله الثانيه مره، محتاجين طبعا الفوز ده في اي شكل. الناس متعطشه للحته دي، بعد كده خدت معاكي احسن لعيبه في ثلاثه، يعني احنا عندنا نجومنا كبار بيلعبوا فرق كبيره فيهم ثوراتهم وولاتهم، وعندنا طبعا مهدف جدا جدا طبعا
لكن طبعا لسه كنت هتكلم مع حضرتك طبعا عن غياب نجمنا محمد صلاح. حضرتك يعني تابعت طبعا الساعات الاخيره الماضيه، محمد صلاح خلاص مش هيكون متواجد طبعا بشكل كبير مع منتخبنا في مباراه اليوم وفي المباريات القادمه. حضرتك عايز اسال حضرتك، شفت ازاي فكره ان محمد صلاح هيغادر لتلقي العلاج في انجلترا ويرجع مره اخرى للمشاركه مع منتخبنا الوطني حال التاهل للنهائي، حضرتك شفتها ازاي؟ طبعا انا يعني انا كان هدفي من محمد صلاح بعد واجب عليه السفر على طول، ما كانش يعني نقعد، عشان احنا مشكلتنا ان مصر بنعمل احداث بالظبط كمان. وخليني اقول لحضرتك يا كابتن ان برضه في الكوت ديفوار اكيد في برضه كتلقي العلاج في ضعف امكانيات. بالظبط، انت ما عندكيش الكميات الكبيره هيجيك واحد من الكميات لاعب محمد صلاح، فانت النهارده يروح ويتم علاجه هناك، ثم الافضل ان هو اصلا انت بتاعته دون تنجح، هيبقى فرق مميزاته كانت هتبقى مبكره اكتر، يعني كنا ممكن نستفيد منه مثلا في دور نصف النهائي او ربع النهائي. بالظبط بالظبط، فهو ده ده المطلوب. بس انت عارف برضه لما هيجي يتحرك هيقول لك طلبه ان هو مش هيرجع تاني والكلام من ده، هيقول لك وده احنا طبعا بالظبط من الناس المخلصين ومن اهل منتخباتنا يا كابتن، دايما بيقولوا ان هو من اكتر اللعيبه اللي هو محتاج اصلا تحقيق البطوله دي في رصيده. يعني وقع صلاح مش مطالب الامه اللي يعمل هو يبقى يخلصها، يعني مش مطالب منه يدافع، مش مطالب منه ان هو يعمل يعطل الكوره، مش مطالب منه هو مطالب منه حاجه واحده هي سرعه الهجمه ان هو يجيب جول، ده نفس اللي مطلوب منه، لكن مش مطالب منه ان هو يبقى من بناء الهجمه الى بناء الهجمه. بالظبط، هو ناس محملاه اكبر من طاقته يعني. بالظبط، احنا محللين رجل فين لانه ما بيلعبش يلعب فعلا، وهو المشكله العيب مش في محمد صلاح، يعني فرصه له وسائل مساعده برضه حواليه. بالظبط، احنا المفروض ان احنا بنقول لمحمد انت العب في الحته دي بتاعتك اللي بتكسب بيها ليفربول، يبقى انا لازم اقوم بالكود ده واشتغل عليها، لكن انت النهارده ايه اللي عملته؟ يعني فكر كده ايه اللي حصل؟ ايه اللي عمله محمد صلاح ان هو ينزل ياخد الكوره وينزل جموع معاه لعيبه قاعدين عليه؟ فبيضطر طبعا هو في اللحظه دي بيفقد مكانه وبيفقد سرعته وبيفقد الفئه اللي بيلعب فيها، لكن لو انا النهارده كان في سرعات نقل كره من تحت لقدام وملعوبه الكره في اتجاه وموجود من ناحيه تحت المرمى، هيشوف ان المكان ده هيقدر يعدي وهيكون عنده الكلمه الاعلى، لكن نعم ما ينفعش طبعا يا كابتن حضرتك تكون موجود معانا كابرز نجوم الدفاع يعني وما نتكلمش مع حضرتك عن نقطه مهمه جدا. مستر جون فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني اتكلم امبارح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه، قال ان احنا عندنا اخطاء واعترف ان في اخطاء في المباراتين اللي اتلعبوا في الدور الاول سواء امام موزمبيق او غانا. حضرتك لو هتقول نصايح لخط الدفاع بتاع منتخبنا الوطني تحديدا هتنصحهم بايه؟ يستخلصوا الكوره بسرعه من رجليهم،
يعني اذا كان لمسه او لمسه ولعبه بالكثير، القدره الفنيه في ان انا انقل الكره سريعا للمنطقه الهجوميه وبسرعه، يبقى هعمل مباراه حتى لو هيبقى نوع من انواع يعني نقل الكره اللي هي تبقى فيها سرعه دي محتاجينها، يبقى ده نمره واحد. نمره اثنين، ما تعملش مساحه ما بين نص الملعب والدفاع، يعني خلي نص الملعب تعمل تفاحضنك وتبقى الخطوط قريبه. نمره ثلاثه والاهم من كده، عايز عندهم واحد وعندي تشيلوا او ما بين قلبي الدفاع، يبقى الفيرود يتم مسكه عن طريق واحد فقط وليس الاثنين، يبقى مهمتهم ان هم يمسكوا او بمعنى اصح بالتبادل على اساس ده لو جه هنا او ده جه هنا، لا غلط ان ده يعمله اللعيبه، لان بيبقى سرحان بعض الوقت. يعني انا ممكن مثلا ايه لعيب يجي من خلف ظهري واسرح افتكر ان اللعيب عند مثلا حجازي، وابص الاقي ان هو الظهر وراح معدي من قدامي وراح انطرد زي ما جه الهدف اللي راح انطرد فيه الماتش اللي فات، المباراه اللي فاتت اللي حصل فيها تعادل حصل. كابتن، اخيرا بقى الجدل الدائر على تعويض غياب محمد صلاح، حضرتك شايف زيزو ام مصطفى فتحي في تشكيل المنتخب لتعويض غياب محمد صلاح النهارده؟ مصطفى فتحي مهاري وما اقدرش اديله المباراه كلها تاني يعني، لكن اقدر استغل سرعه زيزو. تمام، ولازم ياخد بقى فرصته دلوقتي وهو موجود يشتغل يعني الافضل ان انا العب بطريقه اللي انا شايفها ممكن تبقى مناسبه في الوقت ده للمنتخب المصري وفيها نوع من انواع الحرص والروح الهجوميه، ان انا العب 4 3 3. تمام، بس هحط زيزو في مكانه الطبيعي والعب بمروان عطيه في نص الملعب ممكن يبقى امام عاشور، ممكن يبقى حمزه الحمزه اللي جنب او ده ممكن اودي فرصه النهارده ان النزعه الهجوميه من ناحيه الشمال احط فتوح. تمام، على اساس ان فتوح برضه يعني بقى له فتره افتكر ان هو كان بيتمرن اليومين اللي فاتوا واللعيب يتميز تمام بسرعات يعني بالظبط، وامتاز بالمهاره يجيد حكي شمال اكتر، وهو من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر كمان كريستو. تمام، نتمنى ان احنا نشوف طبعا فتوح بيشارك مع منتخبنا الوطني طبعا في هذه النسخه. كابتن هشام، انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على الاستفاضه في الحديث عن مباراه منتخبنا الوطني وكاب فيردي، بشكر حضرتك. ميرسي شكرا. ودي كانت تغطية خاصة من داخل صالة تحرير اليوم السابع عن مواجهة منتخبنا الوطني والنصائح اللي قدر يقدمها كابتن هشام يكن لمدافعين منتخبنا الوطني قبل لقاء كاب فيردي المهم جدا في مشوار منتخبنا الوطني في أمم أفريقيا النهاردة. أكيد بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، وانتظرونا ومزيد من تغطيات رياضية أخرى على مدار اليوم، وشكرا لحضراتكم.